السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعار الذهب اليوم في مصر، سجل الذهب العيار 24 2080 جنيه البيع، 2057 جنيه الشراء. أما الذهب العيار 22 سجل 1906 البيع، 1885 الشراء. الذهب العيار 21 الأكثر مبيعا في مصر سجل 1820 جنيه البيع، 1800 جنيه الشراء. أما الذهب العيار 18 سجل 1560 البيع، 1542 جنيه الشراء. الذهب عيار 14 سجل 1213 جنيه البيع، 1200 جنيه الشراء. أما الذهب العيار 12 سجل 1040 البيع، 1028 الشراء. أما الذهب العيار 9 سجل 780 جنيه البيع، 771 جنيه الشراء. أما الجنيه الذهب 14560 البيع، 15890 الشراء. أما أونصة بالدولار الأمريكي، الأونصة مرتفعة من امبارح، الأونصة مرتفعة اللي هي الأونصة ديت، هي ده السعر العالمي يا جماعة، سعر الدولار، سعر الذهب بالدولار. أونصة اسمها أونصة، أونصة سجلت 1921 دولار البيع، 1919 دولار الشراء. يبقى ده كده أسعار الذهب اليوم. والذهب طبعا يا جماعة أسعاره متغيرة، يعني الذهب ممكن بعد 10 دقايق تلاقي سعر مختلف، وممكن يرجع تاني زي ما كان. فاحنا مع الأسعار، لما بنلاقي أي تغيير في الأسعار بنغير السعر على طول، وبنعمل له فيديو على طول علشان انت تستفادوا وتبقوا عارفين أول بأول، وما تسيبوش القناة بتاعتنا خالص وما تروحوش في مكان تاني. احنا بنجيب لكم أسعار الذهب دي من الصاغة، من الصاغة نفسها، يعني ده الأسعار اللي المحلات بتمشي عليه، تمام؟ تبقوا عارفين المعلومة ديت. يعني أنا ممكن في يوم أعمل فيديوهين للذهب أو ثلاثة وممكن أربعة، وما بيكون فيه لخبطة في الأسعار هم بنوقف العملية التسعير علشان الناس ما تاخدش معلومات مغلوطة بالزيادة أو بالنقص. يعني خلاص، من فضلك اللي ما اشتركش في القناة يشترك في القناة ويشير الفيديوهات دي علشان الناس تستفيد، ويفعل علامة الكل علشان يوصلك كل إشعار بالفيديوهات بإذن الله. كل سنة وانتم طيبين، وشكرا جزيلا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.